حضرتك عندك كام سنة؟ عندي مواليد 60. عايش هنا فين بقى بالظبط؟ عايش في جوه في الجوانية. اه يعني ما تعرفش حاجة عن شارع الضبابية هنا؟ اعرف، ما انا مولود فيه. طب ليه سمي بهذا الاسم؟ يعني احنا طلعنا لقينا كده متسمى بنفس الاسم ده. طب ايه الفاطميين هم اللي سموه. الفاطميين اللي كانوا مسكين، اللي كان حكم الفاطميين والعباسيين والسلطان ألاوون والسلطان ببرس والناس ديت، هم اللي طلعوا سموا الحاجات ديت، احنا ما سميناش. لان ممكن تكلمني عن تاريخ الشارع شويه؟ تاريخ الشارع من جينا يعني لما اتولدنا لقينا السلطان ببرس والسلطان ألاوون وسلطان برقوق، دول عاملين جوامع هنا وكانوا حكام ماسكين البلد، كانوا حكام في قلب المنطقه، كانوا بيحكم الحكم الفاطمي والحكم العباسي. كنت شايفك زعلان من شويه، ايه بقى اللي مزعلك هنا؟ اللي مزعلني ان المنطقه هنا ما حدش مهتم بيها. ازاي بقى؟ زي الناس، قطر كانت عايزه تاخد المنطقه هنا تعملها منطقه نموذجيه، وبعد كده لما جه الحكم اتقلب بتاع حسني مبارك، وجه حكم تاني اللي هو الحكم بتاع الرئيس السيسي، جم شطبوا المشروع على هيئه اليونسكو ونظفوه، لكن من جوه خربان. مشروع ايه بقى بالظبط؟ المشروع لهيئه اليونسكو للتحفيظ على الاثار، للحفاظ على الاثار المصريه، وعملوا الشارع ووضبوه، لكن من جوه خرابه. من جوه واللي بيبني في قلب المنطقه، الحكومه هنا ما بتديش ترخيص لحد. يعني احنا ولا عندنا ترخيص مباني، ولا عندنا ترخيص مصانع، ولا عندنا ترخيص ورش، ولا عندنا اي حاجة من سنة 60 لحد وقتنا هذا، ما عندناش اي حاجة من الكلام دوت. احنا بنشتغل شغل عشوائي، شغل اجتهادي، وهم الحكومة بتقولك ان احنا بناخد فلوس من هيئة اليونسكو ولا الهيئة العالمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. فين الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ اذا كان احنا هنا مبدأ الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فين هم بيعملوها لمين؟ وعشان مين بيعملوا الصناعات ديت؟ يدعمونا احنا اللي عندنا خبره في الصناعات المتوسطه والحرفيه. حضرتك عارف ان شارع الضبابيه اسمه هيتغير، هيكون اسمه الكاتب جمال الغيطاني؟ من اولى ان هو يتعمل نجيب محفوظ او السيسي، لان السيسي ده ابننا وابن منطقتنا وراجل محترم وراجل امير وراجل شايل البلد على كتافه. هو من باب اولى ان يكتب الشارع الضبابيه ده باسمه. شكرا. ده من ضمن الناس اللي شرفونا وكبرونا، وكفايه ان هو طالع من منطقه الجماليه، ومنطقه الجماليه قبل ما يطلع منها السيسي طالع منها جمال عبد الناصر. وانور السادات جه استخبى عندنا هنا في الجماليه ايام لما كان هربان من الملك وحكم الملك في القضيه بتاعت الانجليز. وطالع من عندنا من هنا من الشعراوي محمد عبد الوهاب، كان المفروض برضو ان هو نجيب محفوظ، ناس كتير قوي طالعين من عندنا من منطقه، واحنا اصل مصر وما عندناش حد هنا ولا جاهل في قلب المنطقه، ما عندناش ولا ناس جاهله، وكلنا ناس متعلمين وناس مثقفين وناس صناعيه وناس عمال، ولا عندنا في قلب المنطقه واحد ولا حرامي ولا واحد مشبوه، ولا عندناش الكلام دوت. المنطقه الوحيده اللي على مستوى مصر كلها ما فيهاش ولا واحد حرامي، يعني منطقه الجماليه ديت ما فيهاش واحد حرامي في قلب المنطقه، ولو واحد حرامي ما قعدوش وسطينا. وشكرا.